اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. حقق شهرة عالمية، عاش طفولة صارمة ولم يدخل القفص الذهبي رغم تجاوزه عامه 55. سحر الجميع بجماله وشبابه الدائمين، واتهم بإجراء عمليات تجميلية وترميمية. تابعوا معنا لنتعرف وإياكم على قصة حياة وأسرار بطل مسلسل إزميرالدا، النجم المكسيكي فرناندو كولونجا. ولد نجمنا في اليوم الثالث من شهر مارس آذار من عام 1966 في مدينة مكسيكو في المكسيك، وهو بذلك ينتمي إلى مواليد برج الحوت الفلكي. عاش فرناندو وحيدا لوالديه، حيث كان والده يعمل كمهندس ووالدته تعمل ربة منزل. لم يعش بطل قصتنا اليوم حياة الطفل المدلل مطلقا، بل كانت سنوات حياته الأولى ملزمة بقوانين صارمة، حتى أنه عوقب بطريقة قاسية حيال الأمور الخاطئة التي وقع وقام بها. رغم ذلك لم يتذمر فرناندو لاحقا من التوبيخ الذي كان يتعرض له حيال أخطائه، معتبرا أن تلك الطريقة كانت عقلانية وجعلته طفلا منضبطا ومتحملا للمسؤولية. استطاع فرناندو تجاوز مراحله الدراسية بتفوق، والتحق بجامعة المكسيك بكلية الهندسة المدنية وتخرج منها. وعلى الرغم من أنه لم يعمل في مجال دراسته أبدا، إلا أن دخوله للجامعة كان له الفضل الأكبر في تعرفه على عالم الفن، والسبب الرئيسي في توجيه نظره إلى عالم التمثيل، حيث صادف أثناء دراسته الجامعية أحد الأصدقاء الذي بات مقربا جدا منه، والذي اكتشف صدفة موهبة نجمنا الفنية فلفت نظره إليها وأرشده بالتوجه إلى استوديوهات تلفيزا، أحد أفضل استوديوهات إنتاج المسلسلات في المكسيك. وفعلا توجه نجمنا إلى الاستوديو واستطاع الحصول على أول دور ثانوي له كبديل لأحد الممثلين الغائبين. وعلى الرغم من مساحة الدور الصغيرة التي لعبها، إلا أنه استطاع أن يجذب من خلالها أنظار المنتجين والمخرجين، فقدموا له العروض التمثيلية والتي جعلت منه بعد أعوام قليلة واحدا من أعظم رواد ذلك الاستوديو وأكثر العاملين فيه، ليشارك بعدها في مسلسلات مكسيكية متنوعة كان أبرزها مسلسل ماريا مرسيدس، والذي حصد من خلاله شهرة واسعة وحظي بمحبة الجمهور. وعلى الرغم من إظهار براعته في مسلسلات عدة، إلا أن مسلسل إزميرالدا كان بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية بالنسبة له في عالم المجد والشهرة العالمية، حيث تم عرضه في أكثر من 170 دولة، حقق فيه نجاحا واسعا حتى بات نجما عالميا يطارده المعجبون أينما حل، وحصد من خلاله جائزة أفضل ممثل، وهي أولى الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته الفنية. لم تكن ممارسة المهنة المحطة الأخيرة التي حط فيها فرناندو رحاله، فبعد ما يقارب 12 سنة على دخوله عالم الفن والشهرة، قرر نجمنا أن يأخذ قسطا من الراحة بالابتعاد عن الشاشة فترة معينة ليدرس حينها التمثيل والإخراج، وفعلا أكمل دراسته عدة سنوات في معاهد متخصصة، وعاد إلينا يحمل في جعبته المزيد من الأداء المتقن، والذي ظهر جليا في أولى أعماله التي قدمها بعد استئنافه التمثيل في مسلسل نافيداد سين فان. وأكمل نجمنا مسيرته مقدما ما يزيد عن 20 مسلسلا تلفزيونيا، وحافرا اسمه بين أبرز نجوم أمريكا اللاتينية. لطالما اشتهر نجمنا بوسامته ومظهره اللائق، فضلا عن لياقته البدنية العالية،
اعتاد نجمنا على تلقي مئات بل آلاف عروض الزواج من قبل النساء من مختلف أنحاء العالم، ورغم ذلك لا يزال نجمنا حتى يومنا هذا أعزبا. وقد ذكر في إحدى المقابلات التلفزيونية أنه دائما ما يتمنى أن يلتقي بشريكة حياته وينجب منها طفلين، مضيفا أنه يحلم أن يعيش الحياة التي عاشها والده ووالدته سويا لما لمسه بينهما من محبة وتفاهم وعلاقة طيبة. وعلى الرغم من كثرة المتداولات التي حامت حول نجمنا حيال علاقته مع الفنانة المكسيكية تاليا، إلا أن الأخبار تلك بقيت إشاعات ولم تحظى بنفي أو تأكيد من قبل أي مصدر أو أي طرف. ومع كل ظهور جديد لنجمنا على شاشات التلفاز تنهال التعليقات التي تتغنى بوسامته وبحيويته التي تضاهي مثيلاتها عند الشباب، الأمر الذي شكل سببا قويا لتداول أخبار عديدة عن خضوعه لعدة عمليات تجميلية وترميمية لوجهه وكذلك لبشرته كي يبقى محافظا على نضارتها، خصوصا مع تجاوزه عامه 56. الأمر الذي نفاه فرناندو مطلقا، موضحا وبهدوء شديد أنه طوال حياته ومنذ صغره اعتاد على الاهتمام بنفسه وبصحته، ولم يهمل الغذاء الجيد، وكان حذرا جدا حيال ذلك الموضوع، مضيفا أنه لم يشرب الكحول أبدا، وكان ينصح أصدقائه بالتخلص من هذه العادة السيئة، ولم يدخن إطلاقا، كما واظب على ممارسة التمارين الرياضية. وقد أكد لنا أن المظهر اللائق أمرا ضروريا بالنسبة له في حياته الشخصية والمهنية. حاليا يعيش فرناندو في بيت والده ويهوى سباقات السيارات السريعة فضلا عن اهتماماته الرياضية المتعددة، إذ يواظب وبشكل دائم على ممارسة رياضات الإسكواش والموتوكروس، كما برع في ممارسة فنون القتال إلى جانب إتقانه لاستخدام السهم والقوس. وقد شوهد نجمنا مرات كثيرة يمارس السباحة، وفي تصريح له حيال ذلك الأمر أوضح أنه دائما ما يقصد البحر الكاريبي لممارسة الغوص. وحول نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فرناندو أنه لا يملك أي حساب رسمي له على تلك المواقع، مضيفا أنه لا يملك الوقت الكافي الذي يسمح له بمتابعة تلك الاهتمامات، ولو امتلك الوقت فسيستغله في تأسيس شبكة اجتماعية يهتم بها ويتمكن من خلالها من تقديم المساعدة لجميع الناس المحتاجين، مضيفا أنه دائما ما يتخيل نفسه مقدما على تلك الخطوة التي يتوقع أنها ستأخذ أغلب وقته حينها.